مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الفل عليكم. منوريني دايما طبعا في بيتكم الأهلي وملعب الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة فيه كلام كتير جدا، عندنا مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. تنوروا برج العرب، أنا عارف إن هو بقى تعب عليكم، لكن يعني أنتم متعودين على التعب، بس في الآخر كلنا بنكون مبسوطين لما النادي الأهلي بيكسب ويفرحنا كلنا. مباراة مهمة جدا للأهلي وجيما الأسيوبي إن شاء الله في السادسة مساء يوم الجمعة في برج العرب. إن شاء الله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم نبارك لكم بعد المباراة، وخلاص احنا خلاص كل المباريات بالنسبة لنا دلوقتي بقينا واثقين في فرقتنا، كل شوية بنزداد ثقة مع محمد يوسف وفرقته وجهازه الفني. الحمد لله يعني الأمور ماشية باستقرار، وإن شاء الله يكون في استقرار أكبر وأكبر في الفترة القليلة المقبلة إن شاء الله. النهاردة كان في مباراة دجلة والإنتاج الحربي، مباراة غريبة جدا اكيد حضراتكم اتفرجتوا عليها، انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف. الكابتن مختار تحس ان هو كان عامل كمين لتكيس، لكن في الاخر الكابتن مختار خد اللي هو عايزه المباراة، مع ان دجلة طبعا بتلعب الكرة بتاعتها اللي كلنا عارفينها واللي تكيس قلب بيها معايير الكرة في مصر وبقى مطمع لكل الاندية، لكن النهارده الكابتن مختار عمل له فعلا كمين يعني كان بيلعبه من نص ملعب الانتاج، وحاجة جديدة على كابتن مختار ان هو يلعب في نص ملعب بس يسيب النص الملعب الثاني. نتناقش طبعا في الكلام ده كله مع ضيوف الكرام نجوم مصر ونادي الاهلي اللي هيشرفوني بعد قليل. تعالوا بسرعه كده اقول لكم اخبار النادي الاهلي ونرجع نتكلم في تفاصيل حلقه اليوم. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وجيما الاسيوبي، النهارده عقد اجتماع تنسيق لمباراه الاهلي وجيما الاسيوبي في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها زي ما اتفقنا وقلنا مع حضراتكم السادسه مساء يوم الجمعه على استاد برج العرب. الاجتماع كان برئاسه العمري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس لجنه المباريات، وحضور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وممثلين من ادارات الاعلام والمباريات والتسويق والمشتريات. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الحجز الإلكتروني. خلاص فتح الحجز الإلكتروني النهاردة مساء لتذاكر المباراة وإجراءات دخول وخروج الجماهير بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق وبما يتناسب مع النادي الأهلي. أجرى العمري فاروق نائب رئيس النادي اتصالا هاتفيا باللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، كما وجه نائب رئيس النادي الأهلي التحية لوزارة الداخلية وقيادات أمن الإسكندرية بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم. ماشي. زي ما قلت لحضراتكم فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي وجيما الاسيوبي. محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تم فتح باب الحجز الالكتروني امام جماهير الاهلي لتذاكر مباراه وجيما الاهلي ومباراته مع جيما الاسيوبي في ذهاب دور 32 بدايه من الساعه 6 مساء اليوم. حضراتكم دايما بتسالوا امتى امتى امتى، يعني النهارده خلاص اتفتح باب الحجز من 6 مساء. المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه سيتم تخصيص منفذ بيع لاعضاء الجمعيه العموميه يوم الخميس القادم بمقر النادي الاهلي، كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير الاهلاويه بالاسكندريه واي جماهير عايزه تتفرج على المباراه يوم الخميس ان شاء الله. والكاف بيعلن حكام مباراه الاهلي وجيما الاسيوبي. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف أعلن عن طاقم التحكيم المقرر لإدارة هذه المباراة الأهلي وجيما الأسيوبي في ذهاب وإياب، كمان يعني أعلنوا الذهاب والإياب في دور 32. إن شاء الله في مباراة الذهاب هيقودها الحكم التونسي صادق السلمي وكلا من الليبي عطية أمصاد والتونسي أيمن إسماعيل. مباراة الإياب هيديرها طاقم تحكيم صومالي بقيادة حسن محمد حجي ويعاونه حمزة حجي ومحمد نور. دول حكام الذهاب والإياب لمباراة الأهلي وجيما الأسيوبي. كل التوفيق للنادي الأهلي في أولى خطواته الأفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون خطوات ثابتة، وإن شاء الله نتوج بقى يعني التالتة ثابتة إن شاء الله التالتة ثابتة. سيد عبد الحفيظ بيقول معلول مستمر مع النادي الأهلي والحديث عن رحيله مجرد اجتهادات. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال ان بقاء علي معلول مع الفريق هيكون متواجد وان هو اهميته كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي ولا يوجد اي نيه للتفريط في اللاعب كما اثير مؤخرا. عبد الحفيظ كمان قال انه لا صح على الاطلاق للتفريط في علي معلول، مؤكدا انه من القوام الاساسي للفريق ومن العرس المهمه التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال الفتره المقبله.
بعد اكتمال جاهزيته من الناحيتين الفنية والطبية. أشار سيد عبد الحفيظ إلى أن علي معلول يمتد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، وأن كل ما أثير عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة. احنا قلنا خلاص بقى الفترة اللي جاية دي هنسمع كلام وهنسمع حواديت، خلينا مركزين مع فرقتنا وخلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين. سعد سمير جاله تمزق في العضلة الخلفية. سعد سمير الأشعة اللي طلعت والدكتور خالد محمود قال انه اثبت اصابته بتمزق في العضله الخلفيه يستوجب خضوع العلاج لمده لا تقل عن 4 اسابيع. قلت لحضراتكم ان الاصابه عندنا يعني الحمد لله على كل شيء، لكن الاصابه عندنا ما بتقولكش، ما يعني ما بتخبطش على بابك، بتيجي تمزق على طول، يعني ما بتجيش. يعني محمد صلاح جاب جون، ماشي، جون عالمي كمان، ما شاء الله ما شاء الله، يعني خبر جميل. هو محمد صلاح مباراة مهمة جدا، يعني مباراة يعني كان نفسي اتفرج عليها معاكم. ليفربول ونابولي طبعا 1-0، محمد صلاح النجم المصري العالمي، خبر جميل جدا. طيب كنا نتكلم عن اصابات سعد سمير واصابات الاهلاويه، قلنا الاصابات ما بتخبطش على الباب، لكن محمد صلاح خبط على باب نابولي ودخل الحمد لله بهدف بيقول ان هو رائع، اكيد هشوفه في الفاصل ان شاء الله. حسام عاشور كمان بينتظم في تدريب الاهلي، خلاص حسام عاشور ان شاء الله هيدخل فيه الفرقه بسرعه جدا جدا. حسام كان عنده جزع بالرباط الخارجي، الحمد لله يعني مفيش تمزق ولا حاجه، ابعدته عن المشاركه من التدريبات في خلال الفتره الاخيره. بقول لكم الاخبار عشان نستقبل بقى ضيوفنا الكرام. مؤمن زكريا كمان بيؤدي جلسه تاهيليه في الجيم. مؤمن اصيب في مباراه نجوم السادات، لكن الحمد لله بيقول ان هو حس بتقل في الخلفيه او شد خفيف، هنشوف الايام اللي جايه ربنا يستر يعني. وجونيور اجايي نجم الاهلي بيشارك في التدريبات الجماعيه، اشترك النهارده في التدريبات الجماعيه واشترك فيها بقوه كمان، ان شاء الله يرجع بسرعه. احمد فتحي والشناوي معلول واجايي وصلاح محسن، اسماء يعني تخض. احمد فتحي والشناوي بيوصلوا التاهيل في الجيم، خلاص ان شاء الله برضو قربوا يرجعوا، خصوصا كمان احمد فتحي. يعني بنتكلم مع حضراتكم على طول ان اللعيبه اللي في الاصابات اعمده رئيسيه، ان شاء الله يرجعوا. واكيد طبعا انتوا عارفين ان هم يكونوا فعلا في دعم كبير جدا للفريق من خلال هؤلاء اللاعبين المصابين. في تدريبات خفيفه للاعيبه الاهلي في مران اليوم، اللعيبه طبعا اللي ادت مران او اللي ادت مباراه طلائع الجيش، اكيد الكابتن محمد يوسف بيتعامل مع اللعيبه مش بنفس الحمل التدريبي، ومعاه كمان حسين على اعلى مستوى بصراحه، اكيد بيدي اللعيبه اللي عليها احمال مباريات حمل خفيف اخف بكتير من اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباريات. استكمل اللاعبون الذين خاضوا مباراه طلائع الجيش المران الصباحي بمباراه الكره الطائره بالقدم، خاضها اللاعبون على فريقين، بتبقى تدريب يعني تدريب ترفيهي كده، بس بيكون في دقة كبيرة جدا وبيكون في شكل تنافسي، لكن في الأول وفي الآخر بيكون في إطار الاستشفاء. دي كانت أهم الأخبار بتاعتنا. زي ما قلت لكم يعني الحمد لله إن ليفربول متقدم، إحنا خلاص كنا دلوقتي بنشجع ليفربول مع اختلاف انتماءاتنا للفرق العالمية، لكن محمد صلاح طبعا في قلوبنا وأي مكان هيروحه، وكل لاعبتنا المحترفين بنبقى طبعا بنشجعهم، لكن محمد صلاح بصراحه اللي واخد قلوبنا شويه. محمد صلاح احرز هدف الافتتاح في مباراه ليفربول ونابولي، النجم المصري الكبير محمد صلاح. ايضا النجم الاهلاوي المعشوق للجماهير الاهلاويه صالح جمعه كان هنا قبل ما اتشرف بلقاء حضراتكم. صالح جمعه نادر قوي لما تلاقي لعيب الجماهير مرتبطه بيه وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي، لسه صالح انتوا ما شفتوش صالح خالص. صالح جمعه لعيب مميز جدا، من اللعيبه اللي هي القلائل جدا ان هم يحبوا او تحب الكره تروح في رجليهم. صالح جمعه عنده حاجه ربنا مديها له ان هو محبب الناس فيه. صالح جمعه اتكلمت معاه لما كان مع عمر، دخلت له في الفاصل اتكلمت معاه قلت له لازم استغل النقطه دي. صالح بصراحه اول مره، صالح يعني يعتبر ابن، يعني انا كان معاه في امبي ومرنته وهو عبد الله اخوه، حاجه الاثنين تفرح بيهم قوي. عبد الله اكثر التزاما بكتير جدا من صالح، لكن صالح وعدني ووعد الناس كلها ان هو يرجع اكثر التزاما، وكان نبره صوته وكلامه طالع من جواه،
ان شاء الله ان شاء الله صالح ترجع، وان شاء الله تكون دي فعلا يعني قرصة ودن كبيره جدا ليك، وان شاء الله تكون عرفت كمان قيمه اللعب في النادي الاهلي وانت لعيب تفيد اي مكان، ويكون ليك شان كبير جدا جدا لو اهتميت حتى بنفسك 70% مش 100%. ان شاء الله يرجع، ومن خلال صالح النهارده ونبره صوته زي ما بقول لحضراتكم كلامه كان طالع من قلبه فعلا، لا انا حاسس ان هو صالح هيرجع ويرجع بقوه كمان، ويرجع يفرح الاهلاويه ويكون عنده حسن ظن الاهلاويه اللي هي بتعشقه، وده يعني ما بيتعملش مع لعيبه كتير يا صالح ولازم تعرف كده. الاهلي في المركز السادس والزمالك في المركز الاول، وكان تويته نزلها النهارده يا سمير مش كده امبارح القبطان نبيل حلفية زي ما عودنا كده بينزل قنابل ساعات على تويتر كده بينزل تويتات كده، قال لك حتى الاهلي وهو في المركز السادس والزمالك في المركز الاول عامل صداع برضو للناس. ستة يعني ستة واحد طبعا بتبقى خبر مفزع، لكن طبعا نبيل الحلفاوي او الاستاذ نبيل الحلفاوي دايما بينزل تويتات بتبقى قويه جدا وفي الجول دايما كده. اهلاوي من العيار الثقيل. ماشي، دي كانت اهم اخبارنا، وعايزين طبعا هنتكلم مع ضيوف الكرام على النجم اللي في عالم التدريب دلوقتي يعني بيحط رجليه بقوه، النجم الكبير عماد النحاس وخطواته الثابته مع المقاولون العرب. هنشوف هل هي مجرد صدفه ولا عماد النحاس من اول ما طلع للتدريب وهو باين قوي ان هو يبقى مدرب كويس، لكن الظروف ما كانتش مساعداه. عماد النحاس بدا مع اسوان والشرقيه والرجاء وطنطا، ودلوقتي في المقاولين، اسوان الشرقيه الرجاء طنطا. هناقش الموضوع ده والقضيه دي مع ضيوفي الكرام، لكن كمان عايز اخصص بس دقيقه واحده للنجم نجم الداخليه حسام باولو. حسام باولو ما شاء الله بقى هداف الدوري. حسام باولو يعني كان هداف الدوري نسختين، والسنه دي بينافس على هداف الدوري من اللعيبه الكبار سنا في الدوري، لكن لعيب ما شاء الله عليه، لازم اديله تحيه طبعا من خلال استوديو او ملعب الاهلي، واكيد برضه هنناقش حسام باولو وشخصيه حسام باولو وظاهرة حسام باولو مع نجوم الاستوديو التحليل اللي هيشرفوني بعد هذا الفاصل، كباتن الكبار كابتن كبير كابتن عادل طعيمه والكابتن كبير كابتن ماهر همام والكابتن كبير كابتن محمد حشيش. استنونا بعد الفاصل. حضراتكم الجديد نورني وشرفني نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه، منور الدنيا كابتن. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام ان شاء الله. تمام يا رب دايما. ايضا نجم مصر ونجم الاهلي الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام، منور الدنيا يا ميدو. عامل ايه؟ حبيب وحشني، ربنا يخليك. كله تمام؟ ربنا يخليك كابتن. قولها في سرك كذا مره. كابتن محمد حشيش، وبعدين انت كابتن حمدي ابو راضي يعني واحد اصحاب واخوات. صح ان شاء الله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. عامل ايه؟ ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله. اكيد النهارده محور الحديث بتاعنا هيكون عن مباراه دجله والانتاج الحربي اللي لعبت بالفعل النهارده. زي ما قلت لحضرتك كابتن مختار، مختار كان عامل كمين كمين حقيقي فعلا لتكيس، واكيد هيكون برضو كلامنا عن مباراه الاهلي وجيم الاثيوبي الهامه جدا يوم الجمعه المقبل. كابتن عادل، المباريات الدوري شكلها مش عارف مين هيكسب مين النهارده. الانتاج بيلعب دجله، انا عن نفسي فوجئت ان كابتن مختار مختار سايب نص ملعب كامل لدجله يلعبوا فيه زي ما هم عايزين، واول ما بيجي له الكوره بيعمل كاونتر اتاك وضيع فرص وخد اللي هو عايزه في الاخر. شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه مباراه ممتعه، الفرقتين كل فرقه بتسعى للفوز من اول دقيقه. سؤالك انه كابتن مختار عمل كمين، لا هو احترم قوي وادي دجله، والدليل على كده انه بعد احراز الهدف بقى بيحاول ان هو يقابل من نص الملعب بحيث ان هو ما يجيش فيه هدف ويبقى في نوع من انواع التحفظ، وهو عنده في الامام في عنده سرعات، السرعات دي بيستغلها من خلال المهاجمين ومن خلال الاطراف ثم من خلال الفروة المميز عنده رجب.
اللي بيتميز بالشراسة على المرمى والكرات العرضية. لعيب مشاغب جدا الحقيقة. الشوط الأولاني الكابتن مختار في الدقيقة يمكن 7 أحرز هدف تسديدة رائعة على شمال الكابتن عبد المنصف. وكانت المباراة سجال ما بين الفرقتين، اللي بيدل لك ان المباراة دي كانت رائعة، ان نجوم المباراة الحارسي المرمى. يعني الكابتن عبد المنصف مطلع يمكن 3-4 كور انفراد، وكذلك عامر برضو مطلع كورتين انفراد. فالحقيقة يعني مباراة ممتعة. صحيح. من جمل من خطورة على المرمى باستمرار، خطورة على المرمى هنا وهنا، حاجة ممتعة بالنسبة للجمهور، انك انت ما انتش عارف مين هيجيب جول ومين هيكسب. حتى يمكن في الدقيقة 85 الكابتن مختار دفع يعني ببعض العناصر الهجومية، واستطاع في الدقيقة 85 إحراز هدف أكثر من رائع من خلال هجمة مرتدة. ده لا يعفي إنه برضه فريق وادي دجلة الحقيقة كان بيأدي أداء جميل جدا، لكن أحيانا الأداء ده بيبقى بيحيرك. يعني تحس إن هو في الملعب أنت في الدقيقة 97 وبتعمل عملية استحواذ، وأنت المفروض إنك أنت تروح على الجول عشان تجيب التعادل. فأنت ده غريبة جدا. ده اللغز، هو ده اللغز. لغز غريب جدا. ده اللغز. يعني وبعدين طبعا يعني حتى معلق المباراة عمال يقول لهم يا جماعة خلاص هو 96 يا جماعة أنتوا الحكم هيصفر عليكم. فبرضه هم التزام كامل بتعليمات المدير الفني، لكن مفيش شك إن الراجل ده أضاف لفرقة وادي دجلة. بيستحوذوا كويس قوي، عم بيشكلوا خطوره في جمل 3-4 جمل. الجون اللي جابوه وادي دجله كل ماتشاته بتلاقي 4-5 جمل الراجل ومرنهم عليها، لكن الحقيقه الكابتن مختار كان قافل كل المفاتيح. يمكن في كوره اللي جت الهدف اتلعبت في العمق والراجل اخذها فيرست تايم، لكن المباراه كانت ممتعه بكل المقاييس. طب استاذنكم ارحب بالكابتن مختار. كابتن مختار منور الدنيا واهلا بيك. سهران ليه؟ السلام عليكم يا كابتن. مسهرينك احنا كل مره بنسهرك. كابتن عادل تعيمه، كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش بيرحبوا بيك. يا كابتن مختار انت سهران، يعني ايه الحكايه؟ مبروك اولا. ربنا يخليك يا مان. الف مبروك كابتن على النتيجه والاداء. ولسه كنت بقول للمشاهدين الكابتن مختار كان عامل كمين النهارده لفرقه دجله، ما اعرفش حضرتك تتفق معايا. وكابتن عادل لا قال لي الكابتن مختار احترم فريق دجله. شوف يعني ان شاء الله انا بقالي بالظبط كده 11 يوم كل يوم باجي اتكلم على فريق دجله. تمام. ادائهم سواء في الحته الهجوميه، سواء في الحته الدفاعيه، مين اللي بيكمل من هنا ومين اللي بيخش في الكلام ده، كل يوم بتكلم مع اللعيبه. تمام. كل يوم بشتغل على اللي احنا هنشتغل عليه بالنسبه للمباراه. يعني فعلا اسبوع او ال 11 يوم اللي فاتوا دولت فعلا يعني بذلنا فيهم جهد كبير جدا انا والولاد، والحمد لله ان الكلام دوت اثمر بشكل كويس قوي. وانا كنت يعني كنت اتمنى ان هو يبقى افضل من كده، مع ان انا بلاعب في الدجله، وانا من رايي في الدجله من افضل، لو ما كانتش هي افضل فرقه بتادي كوره على مستوى ايجابي بشكل هايل جدا على مستوى الدوري العالمي، احسن كمان من الفرقه الكبيره. صراحه انا ده رايي، وعشان كده انا يعني كنت فعلا مهتم بالماتش بشكل كبير جدا. واكثر ماتش ساعه لو ابتدينا لغايه دلوقتي انا اتكلمت فيه وحضرت فيه اكيد الكلام دوت، يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا من اجله. كنت بتكلم مع فرقتنا ان الفرقه دي فرقه هايله جدا. تمام. وعندها مقومات هايله، واللي ولاد تفوضوا على نفسهم في الطريقه اللي الراجل بيلعبهم بيها. انا هلعب الكلام ده ازاي؟ لازم اقابله بشكل كويس قوي، لازم افكر له كويس بشكل كويس قوي، وما ينفعش نسيب لهم مساحات يلعبوا فيها. اكيد ان الكلام ده اذا انا سبت لهم مساحات اكيد ان دي ممكن يضروني بشكل جيد. وخلي بالكم بالظبط الكلام البسيط اللي انا قلته. خلي بالكم برغم صعوبه المباراه، برغم ان انا شايف فرقه هايله جدا، لكن انا عندي امل كبير جدا يا اولاد ان احنا نكسب، وان شاء الله مع صعوبه الكلام اللي انا بقوله ان شاء الله نقدر نكسب سكور. ازاي؟ بالشكل اللي احنا بنشتغل فيه دوت، مع بس يبقى في شويه توفيق في الحته الهجوميه بتاعتنا لما نقطع كوره، لما نقطع كوره نشتغل ازاي؟ اكيد الكلام دوت احنا اتكلمنا فيه بشكل كبير جدا وافرطنا فيه،
وخدنا فيه بكل الاسباب. انا شايف ان دوت من اهم الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ليها في هذا الماتش. اكيد يا كابتن، انا نادرا لما بشوف الكابتن مختار مختار في اي فريق بيلعب بالطريقه دي، نادرا يعني. نادر قوي لما اشوف الكابتن. انا لما شفت النهارده فريق الانتاج انا قلت معقول الكابتن مختار سايب نص ملعب كامل لدجله؟ عشان كده انا قلت الكابتن مختار عامل كمين لدجله من اول ما شفت المباراه. والله يا كابتن يعني بفضل الله الكلام اللي احنا اتكلمناه على فريق الدجله واللي احنا تكتيكنا فيه مع اولادنا بالشكل اللي احنا نشتغل فيه، بس انا كنت بامل ان احنا نعرف نتعامل مع الكور اللي توصل لنا ببساطه وبسهوله ويبقى فيها توفيق، عشان يعني زي ما بقول ان فرقه دجله فرقه كويسه قوي، اذا انا اتعاملت معاها بالشكل دوت اكيد ممكن اطلع معاها بالسكور برغم الكلام اللي انا بقوله عليهم دوت. اكيد ان لو وصلنا ان احنا بس نوفق في الحته اللي قدام اكيد الامور كانت تبقى احسن من كده بكتير، لكن الحمد لله الاولاد ادوا بشكل كويس وكان عندنا فرص كتيره جدا، ولو فيها شويه توفيق كان ممكن الماتش يبقى يطلع باسهل من كده كتير، لكن اكيد ان هو طلع بالشكل ده فاحلى من ان هو يطلع بالسهوله ان هي تبقى تمام. اكيد يا كابتن، الطريقه اللي حضرتك لعبت بيها النهارده دي ممكن تخلي كابتن مختار مختار يفكر فيها ان هي تبقى اسلوب لعب في مباراه اكتر من مباراه دجله؟ صدقني مفيش فرقه شايفها ممكن تلعب زي دجله. دي حقيقة كابتن، دي حقيقة بصراحة. دي حقيقة، دي حقيقة، وأنا بحييك جدا على صراحتك. يعني لما كابتن مختار مختار اللي هو كان عنده 23 نقطة أكتر من دجلة بحوالي 7 نقاط وبيلعب كده قدام دجلة، فأكيد حضرتك عارف قيمة فريق دجلة الفنية. على فكرة وأنا برضه كنت بقول لأولادنا لازم نحترم الفرقة دي احترام كبير جدا جدا، ودوت يبقى أسبابنا إن احنا نكسب، ولو ما عملناش كده الامر ممكن يبقى صعب جدا عليك. لازم يعني الماتشات الاخرانيه كلها بتاع الدجله قعدنا اتفرجنا عليها وشفناها ودرسناها وعرفناهم بيشتغلوا ازاي واشتغلوا منين وممكن خطتهم تبقى ايه، وده كله يعني احنا يعني عيشنا لعبتنا فيها بشكل كويس جدا جدا، وقلنا برضو احنا ممكن نكسبهم ازاي. والحمد لله ان الاولاد اتعاملوا معاها الامور بشكل فيه ايجابيه، بس انا كان شايف ان احنا يعني لو تقلنا نفسينا في الحته الهجوميه بشكل افضل وركزنا قوي في الكور اللي كانت معانا في الثلث الاخراني كان ممكن الامور تبقى احسن. هو ده سؤالي ليك كابتن مختار، هل كابتن مختار مع نهايه الدور الاول حضرتك لعبت 17 مباراه يعني فنشت الدور الاول خلاص في المركز الرابع، طموحات الكابتن مختار مختار الدور الثاني هتختلف عن طموحاتك في الدور الاول؟ لا خلينا ناس عاقلين ما نضربش دماغنا في الحيط، احنا عارفين امكانياتنا وبنلعب على قدها وبنلعب عليها، والامر دوت اكيد ان الواحد لما يكون عارف امكانياته وعارف هو ممكن يوصل لايه اكيد بيبقى مريح نفسه بشكل كبير قوي. يعني في طموحات في شغل معين انا بحاول اوصل له، لكن اكثر من كده اذا وصلت له يبقى توفيق من ربنا كبير جدا. ان شاء الله كل التوفيق لك كابتن مختار. حضرتك بقى يعني اكلم الكابتن مختار الاهلاوي انا طب الكابتن عادل طعيم عايز يكلم حضرتك كابتن ويسالك قبل ما اسالك السؤال الاخير، اتفضل يا كابتن. كابتن مختار الف مبروك. الله يخليك كابتن عادل. أداء مميز عجبني قوي النهارده يا كابتن غانم محمد، ده راجل بيلعب اوف وسط الملعب عنده ثقه وعنده جداره انه في دقيقه 85 بيخترق اكتر من ثلاث مدافعين وعنده برضو الثقة انه يسدد على المرمى. نعم. واعتقد انه الولد ده اعتقد انه من اكتشافك. ايوه نعم. واعتقد انه الثقة ديت مع الجراءة دي بتقول انه صورة من مختار ايام ما كان لاعب. والله الحمد لله يا كابتن عادل. فانا بحييك على ان الولد ده متوظف كويس. ورايح على الجول. واخترق ثلاث افراد عارف هو يعمل ايه رايح عارف هو يعمل ايه ورايح واخد القرار ومسدد في الزاويه البعيده. فالف الف مبروك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن عادل، وفعلا الكلام انت بتقوله فعلا الولد يعني انا شايف فيه حاجه كويسه جدا جدا، ويمكن دليلها دي كان في ناس بتتصل بيا في اول السنه بيقولوا لي ان احنا بنعمل من كل مدرب يختار لنا لعيب عنده شايف انه ممكن يوصل بشكل معين يعني ممكن يبقى هو دوت يعني بيأمل فيه حاجه كويسه قوي، فاحنا بناخد كل فرقه واحد المدرب بيقول عليه
بلس الولد ده جالي اول السنه ديت، خلي بالك ده جاي يا حمام ماشي كمان من وادي على ما اظن الجونه. الجونه كانوا سايبينه في الناشئين واحنا خدناه، واول ما شفته تاملت فيه الخير، وان شاء الله ممكن كمان يكون احسن من كده بكتير قوي في الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كابتن مختار اسالك بقى بصفه حضرتك اهلاوي طبعا وعندك خبرات كبيره جدا جدا في المجال الفني، شايف الاهلي ازاي الفتره المقبله خصوصا ان هو اول مشواره الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه مع جيما الاثيوبي؟ شوف هو الحمد لله يعني في جزء كبير جدا من اللي احنا كنا مفتقدينه استعدنا. تمام. وهي الثقه في النفس. وديت انا حتى كنت بتكلم احنا عندنا فرقه وعندنا فرقه كويسه. بعد الاخفاقات دي كانت بتكون محتاجه يعني تعامل نفسي. عشان نرجع اللعيبه دي مكان. جميل. احنا لعبتنا لما رجعت وشفت الماتش بتاع الاولين كانوا عاملين فيه ازاي؟ بالظبط. اللي بعد كانوا عاملين فيه ازاي؟ يعني لعيبه مبتدئين. امر صعب قوي. فده امر يعني مش طبيعي. فانا كنت يعني شايف ان الحته النفسيه كانت مهمه قوي ان الجهاز الفني يشتغل عليها بشكل كبير جدا. وانا اظن ان هم يعني اتعاملوا معاها بشكل معقول يعني. وده دليلها ان المستوى بتاعنا رايح للزياد بشكل هايل. وده اللي احنا كنا بنتمناه، مع كمان اكيد ان العناصر اللي غايبه عندنا بتخش يعني كل فتره كده بيرجع واحد، اكيد ان الفتره اللي جايه ديت لما يخش اكثر من عنصر اكيد النادي الاهلي هيرجع وهيرجع ممكن يبقى اقوى من الاول بكتير ان شاء الله، كمان مع التدعيمات اللي هم ممكن يدعموها في الفتره اللي جايه دي باذن الله ان شاء الله. سهرناك كابتن، لكن كان لازم اقول لك الف مبروك وكل التوفيق ليك في الدور الثاني باذن الله. كابتن مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي، شكرا جدا لحضرتك. كابتن مختار مختار يعني هو بيتكلم، انا ضحكت، يقول لك عندنا وابننا واحنا، يعني الاهلي في الدم طبعا يعني بيتكلم كانه فعلا يعني عندنا لعيبه وعندنا كلاعب وكمدرب بصراحه يعني. تمام. عايز اقول لك يا ميدو ان التحضيرات دي يا كابتن عادل يمكن من بدايه الموسم اللي فات لكابتن مختار، من ضمن الشخصيه اللي بيفرضها كابتن مختار شخصيته على الملعب، على الولاد، على الاداره في حد ذاتها، الناس سايبه لكابتن مختار حريه التصرف في كل حاجه. من نسبه للوائح، من المعسكرات، طبيعي يا كابتن ماهر، او دي الادارات المختلفه، مجلس اداره الانتاج عنده ثقه كبيره جدا في كابتن مختار، ويعني هو بيمثلهم بشكل كبير من بدايه في الانتاج. من بدايه الموسم بقى نادي الانتاج بقى ليه مكانه في الدوري العام، مكانه حشيش حتى طبعا. بالنسبه للكبار النهارده الانتاج الرابع على في الجدول على مسابقه الدوري هذا العام. عايز اقول لك ان الكابتن مختار من ضمن الحاجات الخبرات اللي اكتسبها كابتن عادل ان هو بيحضر للمباراه دي يا زيزو بقاله 11 يوم. 11 يوم ما بيقول بيتفرج على اللعيبه، بيتفرج على وادي دجله وشغل وادي دجله المميز خلال الفتره اللي فاتت دي، وازاي اختار التشكيله، اختار القماشه، اختار طريقه اللعب اللي فاجئنا بيها. انا اتفاجئت اشتغل عليها كابتن عادل حتى في المباريات الحبيه، يعني كمان يحسب لكابتن مختار ان بعد المباراه خد بالك تاني يوم في مباراه، يعني عندنا في نادي المصانع في تاني يوم مباراه للناس اللي ما لعبتش، وده اسلوب النادي الاهلي اللي هو اتربى عليه لكل، والاسلوب ده كابتن عادل هو اللي موصل الانتاج لكده، ان كل اللعيبه جاهزه، ان كل اللعيبه ستاند باي مستعديه لان تشترك في اي وقت. كابتن مختار عنده اكتر من 25 لعيب كلهم جاهزين انه يشاركوا في اي وقت. الحاجه الجميله كمان ان كل الولاد دول اعمارهم السنيه من 23 سنه. يعني 23 سنه يعني صغيرين في السن، فمدين لكابتن مختار الباور والثقه وطرق اللعب اللي احنا شفناها النهارده بيساعدوه ان هو ينفذ الطرق اللي هو عايز يلعبها. اللياقه البدنيه والذهنيه كابتن عادل والنفسيه والارتياح اللي موجود عليه نادي الانتاج الحربي ولعيبه نادي الانتاج الحربي مخليه الكابتن مختار يلعب باي اسلوب هو شايفه لصالح الفرقه. وزي ما قال ان انا بحترم نادي وادي دجله، وده الاحترام يمكن اللي ادى كابتن مختار على المبادره المميزه النهارده، لاعب بشكل منظم رجوع نص ملعب يا كابتن عادل، لانه عارف ان وادي دجله عنده التحضير من تحت، من خط الظهر ثم نص الملعب ثم المهاجمين، فهو طلب من لعيبته انه يخلق مساحه لما يضغط ويستحوذ يقدر ينطلق، لانه عنده سرعات ثلاث لعيبه افارقه على اعلى مستوى، ويمكن محمد رجب هداف كمان من الطراز المميز. حتى النهارده محمد مسعد ظهر بشكل جيد جدا، الجول الاولاني اللي جابه
وكونتر اتاك في الشوط الثاني اللي كان ممكن يقضي على وادي دجله ويبقى السكور زي ما كابتن مختار قال ممكن يعلى. الكونتر اتاك اللي عامله محمد مسعد وضيعه لما راح على عبد المنصف وعايز يرقصه وعبد المنصف قدر ان هو ينقذ هدف جيد. فانا عايز اقول لك ان دي من سمه شخصيه المدرب اللي بيحضر للخصم يا كابتن عادل قبليها. وطبعا انت استاذنا في التدريب، الاعداد الذهني والنفسي والبدني والتكتيكي على اعلى مستوى ما بيسيبش حاجه يا كابتن عادل الا لما بياخدها من خلال الوحدات التدريبيه. كابتن مختار نضج بشكل كبير جدا، من افضل المدربين اللي موجودين في هذا الموسم في مسابقه الدوري العام. تمام كابتن حشيش، تابعت المباراه اتفرجت عليها؟ طبعا. كابتن مختار لازم نتكلم في ازاي كابتن مختار عمل كده، او ازاي تفكيره جاله ان هو يعمل كده. هل انت لما تفضي نص ملعب، نص ملعب الهجومي بتاعك وتلعب في نص الملعب بتاعك انت، هل انت بتريح الخصم ولا انت بتبوظ طريقته، ولا انت بتقلل دفاعاتك تبقى المناطق الدفاعيه بتاعتك الخطوط قريبه من بعض؟ هل هو كان عايز يعمل كده، ولا هو ما عندوش الحته البدنيه اللي تخلي لعيبته تضغط من قدام؟ والكابتن مان لسه بيتكلم ان هو اللعيبه صغيره. ايه كان تفكيره؟ هو كابتن مختار يعني في البدايه طبعا من المدربين الممتازين في الدوري العام، من النوع اللي هو بيقرا الخصم كويس وبيلعب كل مباراه على سلبيات الخصم. النهارده شفنا طبعا كلنا عارفين ان فرقه وادي دجله بتلعب اهم حاجه عندها الاستحواذ، ومن خلال الاستحواذ ودوران الكره من الشمال يمين ومن الشمال بتقدر انها تفضي ثغرات واماكن فاضيه تقدر تخترق، وجابوا منها جول. هو كابتن مختار قرا الحته دي كويس قوي، عكس المدرب بتاع دجله اللي هتكلم عليه بعد كده. كابتن مختار ساب لهم نص الملعب استنفذوا مجهودهم فيه، لو كان ضغط عليهم زي الطبيعي بتاعه دايما بيضغط من قدام التلت الاخراني، هو رجع شويه نص الملعب خلاه يستنفذ طاقته في الاستحواذ اللي هو دون جدوى. انت لما تقعد تستحوذ في نص ملعبك يا كابتن عادل ملهاش طبعا اي فايده واي لازمه. بيخلي كمان انت لما بترجع نص ملعبك بيخلي الاماكن بتاعتك قريبه من بعضها، اللعيبه قريبه من بعضها ومفيش مساحات، وبيلعب على الميزه اللي عنده دايما اللي هي الطرفين، عنده اتنين سرعه جدا على الطرفين يقدر يستغل منهم، وده اللي حصل ان هو كان ممكن يحرز اكتر من هدفين. عكس بقى طيب اتفضل استاذنك اخد كابتن عبد الباقي جمال مدرب وادي دجله. كابتن عبد الباقي اهلا بيك. اهلا وسهلا حبيبي، ازي حضرتك؟ مش عارف اقول لك مبروك على الشكل الجميل في الدوري، ولا اقول لك هارد راك على الماتشات اللي بتخسروها واحنا بنبقى زعلانين اصلا. بس طبعا انت عارف الانتاج النهارده عمل مباراه كبيره، وكان معانا كابتن مختار من شويه قال ان هو احترامكم جدا جدا، وعارف ان هو بيلعب فرقه قويه جدا من اقوى الفرق ان لم تكن الاقوى في الدوري الممتاز. فمش عارف اقول لك ايه بصراحه، انت اختار. اتفضل. احنا يعني بقالنا يمكن ده بالذات الماتش من الماتشات اللي عملنا اداء كويس، استحواذ كويس، احنا كنا عارفين مميزات فرقه الانتاج الحربي، هم دايما بيدافعوا كويس بيلعبوا على الاتاك زي معظم الفرق مميزين جدا. طب انا خليني اتوقف معاك عشان يعني خليني اخد منك جمله بجمله واتكلم معاك فيها، عشان اكيد الساده المشاهدين عايزين يعرفوا دماغ تكيس فيها ايه، واكيد حضرتك طبعا فرد من افراد الجهاز الفني فاكيد عارف تفكيره الفني. هل انت بتلعب كوادي دجله واسلوب لعبك مع اي نادي، ولا بتشوف اماكن معينه بتخترق منها دفاعات اي نادي بتلعبه، ولا انت طريقتك ثابته زي انتوا يعني بتفكروني بالفرق الكبيره فعلا، واحنا بنشوف فيكم الفرق الكبيره برشلونه والفرق اللي هي بتلعب باسلوب وستايل وشكل بتلعب بيه قدام كل الفرق هو نفس اسلوب، هل انتوا بتعملوا كده ولا بتغيروا طريقتكم الهجوميه على حسب الفرق اللي بتلعبوها؟ الطريقه كابتن والفلسفه ثابته، يعني الطريقه تمام، الفلسفتنا ثابته، الخطط بتفرق طبعا من فرقه لفرقه ثانيه، فرقه مثلا من بيبقى عايز تخترق اكتر من الاطراف او من العمق اكتر عندهم تمام. مثلا تمام. حتى بطريقه دفاعهم بتختلف من فرقه لفرقه. وتقريبا يا كابتن احنا في كل ماتشاتنا تقريبا بنبقى احنا اللي مسيطرين بنسبه كبيره جدا، دي حقيقه، ولينا فرص يعني دي حقيقه. النهارده احنا لينا فرص، لينا فرص الثاني لينا فرص يعني بتاعت مثلا كريم ممدوح قول 100% يعني لينا فرص حقيقيه يعني بنقدر نخلق فرص، مش حاجات جايه لنا بقى يعني باي لك او حاجات، لا 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 احنا شايفين، احنا شايفين، ولو باي لك هقول لك على فكره بنخلق فرص والله. بس يعني النهارده تحديدا يعني طبعا الانتاج فرقه محترمه طبعا، وعندهم مثلث هجومي عندهم سرعات مش طبيعيه ومميزين جدا خصوصا في التحول كده، يعني هم بيدافعوا كويس
اول ما بيستخلصوا الكره بيبقى عندهم باقل وقت ممكن بيوصلوا للجول بتاعنا. والمفروض ان انتم بتبقوا عاملين حسابكم على الحته دي. احنا والله كابتن كنا يعني الشغل ده كله احنا اتمرنا عليه وكلمنا اللعيبه ومرنا لهم يعني غير التمرين عليه في الملعب شايفينه في المحاضره فيديوهات غير الفرقه اللي لعبها كويس. وكنا كان بطوله مستوى بس مره في توفيق برضه الجول الاولاني كره متشاطه من حدود 18 غيرت اتجاهها بالظبط. يعني في شويه يعني انا مش بلوم اللعيبه بس يعني الراجل معدي سهل جدا كده من وسط المدافعين عندنا يعني ما اعرفش يعني في رعونه وثلاثة على واحد ثلاثة على واحد كام تسعة موجودين بيدافعوا لا لا في الجول التاني. لا لا انا قصدي يعني التنظيم الدفاعي كان صعب قوي يعني تسعة لعيبة موجودين يا كابتن على خط واحد في كرة واحدة يعني الراجل لما فات مش بيتكلم في الكرة دي يا كابتن هو بيتكلم الجول التاني بتاع دجلة اشتراك من واحد ضد ثلاثة بتاع الانتاج اسف يعني اتفضل يا كابتن يعني هو كان في راجل عدى بسهوله قوي كده من وسط اللعبه بتاعتنا يعني كابتن معظمها حاجات فرديه قله خبره من اللعيبه واحنا فعلا لعيبتنا فعلا صغيرين احنا مش الكلام ده احنا عارفينه وان لعيبتنا محتاجه وقت لكن برضه كابتن حضرتك شايف والكباتن طبعا كباتننا اللي في الاستوديو طبعا عارفه كابتن يعني كباتن كبار موجودين احنا بنتحسن فده اللي مطمننا يا كابتن ان احنا الاداء عندنا بيتطور ماتش لماتش التوفيق يا كابتن هيجي ان شاء الله التوفيق جاي والحاجات اللي الناس اتكلمنا فيها معظم الحاجات اللي الناس اتكلمنا فيها انها سلبيات احنا والله دارسينها وشايفينها يعني احنا زي الناس برضه عارفين ان احنا ممكن يبقى في عندنا ممكن ناس تبقى مشكله احنا استحواذ سلبي لا احنا كابتن تقدر تخلق يعني الاول كنا ممكن بنخلق فرص الفرقه اللي قدامنا السدسات الاخيره بنلاقي صعوبه شويه لا دلوقتي عندنا حلول وكل اسبوع بنزود حاجه وبنعلم حاجه جديده للعيبه لكن الفلسفه كابتن مش هتتغير ثابته ومش هتتغير يا كابتن انتوا عاملين طفره في الكره المصريه دي حقيقه ربنا يخليك بجد والله انتوا عاملين فعلا طفره في لا ده مش انا اللي بقول ده كل الناس اللي هم بيفهموا كوره بيقولوا ان دجله عاملين طفره فعلا في الكره المصريه وحاجه فعلا بتحب تتفرج على دجله والجهاز الفني بتاعكم مطمع لكل الفرق خلي بالك مطمع ان هم ياخدوهم يعني مش مطمع ان هم يكسبوهم يا كابتن ميدو انا عايز اقول حاجه كابتن لو سمحت عايز اقول حاجه خد بالك ان الاستحواذ والتشويق مش كل حاجه في كره القدم النهارده وادي دجله بيحتاج الخبرات بيحتاج المواقف الدفاعيه الصلبه يعني في اوقات وانت كسبان او جايب جول متعادل فيه محتاج يبقى فيه تنظيم اكتر من كده واخد بالك كابتن هو الراجل بيتكلم ان هو شغالين حتى الولاد كلهم صغيرين مع الوقت لكن انت محتاج خبرات كمان تترمي في وسط الصغار دول عشان يبقى انت دلوقتي عندك قوام للفرقه عشان تقدر تفضل في الممتاز فالنهارده انا ما افرحش ان انا بادي كوره جميله وكوره من تحت منظمه فعلا ده اسلوب راقي يضاف للكوره المصريه لكن في اساسيات بقى في كره القدم في ال 90 دقيقه في بدافع ازاي بهاجم ازاي معطل ازاي انا اختلف معاك يا كابتن ماهر بصراحه لازم ندي الناس دي حقها انا بتكلم على الحق لكن انا بتكلم على المدى اللي بعد كده كابتن ماهر في خوف على الفرقه قلبه على الفرقه لا في خوف على الفرقه عارف يا كابتن عادل مظبوط يا كابتن بس انا لما نخلص كابتن عبد الباقي هنتناقش فيها النهارده والله كابتن الجزء الدفاعي احنا بنبقى شغالين عليه بس هو كابتن حضرتك عارف دايما الفرقه اللي بتحوز معاها واللي بيتهاجم على الاكبر طبيعي أكيد. يبقى فيه ممكن يبقى فيه مساحات شويه اكيد يعني هو الكابتن ماهر قصده بقى والكره اول ما تفقدوها يا كابتن عبد الباقي لازم يبقى فيه في دور دفاعي في كره القدم تحول من الحاله الهجوميه للحاله وانا معيش الكوره بدافع في تنظيم دفاعي وانا لما بضغط وبستحوذ عندي واجبات هجوميه بقدر اقوم بيها اتفضل يا كابتن اتفضل احنا النهارده يا كابتن كان الراجل كان مركز عليه جدا وشغالين عليه لان احنا عارفين هو ده كابتن الانتاج الحربي انيس فرقه يعني احنا لعبنا كل فرق الدوري الممتاز وكل فرق بندرسها وبنعمل لها تحليل احصائي يعني وبنشوف الاجوال اللي جابوها ازاي الانتاج الحربي امن يسرع كابتن في التحول من الدفاع للهجوم وصلوا الجول في اقل زمن دي حقيقه دي حقيقه عندهم يا كابتن الطقم اللي فوق اللعبه يعني عندهم سواء اللي بيلعب النهارده او حتى البدلاء بتوعهم يعني في النهارده اللونج رايس والراجل ديوارا حتى التغييرات عندهم سرعات وقوه كلهم كابتن لا عندهم سرعات سرعات وقوه كمان حتى جيمس سيدي حتى بالظبط جيمس ويليام كلهم كابتن عندهم 6 7 لعيبه في الجزء الهجومي رائع جدا فاحنا كان النهارده كنا بنشتغل لما نفقد الكوره ازاي ان اول لعيب يفقد الكوره لازم يدور عليها تاني اكشن لازم كابتن نضغط الكوره من اول يعني نعطلها يعني نستخدمها يعني نأخر هجمتهم
كان كابتن شغالين عليه تمارين وفيديوهات يعني بنشتغل عليه، وده طبعا احنا بنشتغل على طول عشان فلسفتنا لازم نشتغل على الجزء ده. بس يا كابتن كل حاجه بنعملها بتطبق زي الكتاب ما قال في الماتشات، وزي ما بقول لحضرتك برضه لاعيبتنا يا كابتن يعني شويه بتفتقد الخبره، يعني كل لاعيبتنا تقريبا او منهم حتى محمد محمود اللي راح الاهلي وراجل بقى لعيب دولي اول موسم ليه في الدوري الممتاز، يعني هو لاعب تاريخه في الدوري الممتاز يا كابتن لا يتعدى ال 20 مباراه. ده يعني ده دلوقتي اهم من اهم اللعيبه اللي عندنا اللي هو اللعيب الدولي بيلعب في منتخب مصر الاول ومنتخب اولمبي وراح النادي الاهلي، ده تاريخ يعني خبراته كلها في الدوري المصري ما بتتعداش ال 20 مباراه بالظبط، يعني هو ما لعبش 17 ماتش عندنا والسنين اللي فاتت مشاركاته كلها ما كملتش ثلاث ماتشات. كابتن النقطه اللي شويه يعني صبر وشكلنا كابتن يعني احنا برضو مش كده، احنا مش مبسوطين بان احنا الشكل كده والنتيجه ما تهمناش، لا طبعا بالعكس، يعني احنا النتيجه طبعا اهم حاجه في الكوره النتيجه أكيد. لكن هتيجي من خلال الاداء الكويس اللي طالما احنا بنتطور كابتن فاحنا مطمنين الحمد لله. برضو كابتن الفرق كلها السنه دي قريبه يعني مكسبين ولا حاجه، بتلاقي الفرق عدي المقاولين خمس ماتشات بقى رابع الدوري او ثالث الدوري، يعني رابع الدوري تقريبا منفرد يعني في المركز الرابع لوحده. يا كابتن عبد الباقي لما الكابتن مختار انت بتقول عليه احسن فرقه في الدوري بتعمل التحول من حاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الكابتن مختار لما سالته قال لي انا بلاعب افضل فرقه في الدوري وان لم تكن الافضل، واحترمتها احترام كبير جدا 11 يوم عمال اذاكر دجله. فانتوا عاملين انتوا عاملين طفره فعلا في الكره المصريه، وانا بحييكم وبحيي المدرب تكيس على اصراره ان هو ينفذ فكره واصراره ان هو ينفذ فكره لاخر ثانيه، مع ان دي بس اللي انا بختلف معاه فيها ان هو لازم يعني خلاص الثواني الاخيره لازم بقى العب احاول اجيب جول، لكن طريقته تحترم. وكمان الناس اللي بتفهم كوره وبتحب الكوره لما انتوا بتتلموا حوالين بعض وانتوا فرحانين بجول ببقى انا عارف انتوا فرحانين عشان انتوا عملتوا جول انتوا متمرنين عليه، فحاجه جميله جدا وكل التوفيق ليكم، واكيد هتجنوا ثمار هذه التجربه في الدور الثاني ان شاء الله. كباتن الكبار اللي مع حضرتك متشكرين جدا يا كابتن. شكرا جدا. احنا خوفنا بس ميدو على وادي دجله، احنا بنتكلم عن المستقبل. ها كابتن عادل، بص يا كابتن مار، احنا خوفنا على وادي دجله. شكرا جدا كابتن عبد الباقي جمال مدرب وادي دجله، شكرا جدا. ده صعب جدا، الكلام كتير وكلام حلو وكل حاجه، بس احنا برضو لازم يعني ما هي الكوره فيها شق هجومي وشق دفاعي أكيد. يعني شق الهجومي بيبدا بالاستحواذ، الراجل بيلعب الناس ما فيش فرقه في مصر زي ما بيقولوا بيلعب من تحت خالص ومصر، وعملت غلطات كتيره قوي خسرته قوي في الماتشات كتير قوي في البدايه، ابتدت تتظبط. بس في بقى شق دفاعي لازم نبقى يعني لازم نبقى عارفينه، ولازم برضو المدرب الجيد يا كابتن عادل لازم يبقى حاطط سيناريوهات للماتش، ما بيلعبش اسطمبه واحده. وبعدين زي ما انت بتقول انا من احسن الفرق اللي انا في شق الهجوم والتحول على طول للهجوم، طب التحول للدفاع بقى، ما هو بيقول لك انت عارف ان الكابتن مختار بيلعب على الاطراف بتاعته سريعه جدا، طب انت عملت النهارده ايه من ناحيه الاطراف بتاعتك؟ قفلتها ولا لعبت برضه بنفس الطريقه بتاعتك وبتهاجمه؟ وبعدين الاستحواذ بتاعك نص الملعب غير التلت، فرق كبيره قوي استحواذ بتاعها في نص ملعبها هو الاستحواذ في التلت الاخير اللي قبل ال 18 بتاع الخصم، كابتن حشيش بيجيب منها اجوان. انا معاك، بس الافراط في الموضوع ده برضو يعني برضو على حسب نتيجه المباراه وسير المباراه، يعني انت مثلا لو مغلوب 1-0 او 2-0 وخلاص الوقت مش ساعه، هتفضل من تحت تتحول انت فاهم، هسيب لك حته نص الملعب خالص تنقل زي ما انت عايز، تستهلك الوقت زي ما انت عايز. برضك حشيش بيعملوا كده، انت فاهم ازاي؟ بيبتدوا من تحت يا كابتن عادل، وهم خفيفين برضك، الوقت مش من تحت، بيبدا من تحت من تحت من تحت. طب هو مستغل برضه كابتن ميدو عشان نبقى عارفين ان هو نادي مش جماهيري فما لهوش ضغط، فبيلعب وبيخسر وبيلعب. اعتقد ان الوضع لو مختلف شويه، لو في نادي جماهيري وعليه ضغط جمهور، الجمهور مش هيصبر عليه ابدا، لان انت ممكن الوقت يسرقك. انت شوف ترتيبك، من الواضح ان هو راجل عنيد جدا، هو مصمم على فكرته. طب احيانا العند الزياده يعني برضه بيورط في بعض الاحيان، بس لان برضه هو يطمن يا كابتن عادل، يعني يطمنك ان هو مجرد ان هو بيصلح اخطاء زي ما الكابتن ماهر وكابتن حشيش بيقولوا ان هو خلاص هيبقى فرقه جامده جدا. ردود فعل المدربين اللي بيلعبوا دجله يقول لك احنا بنلعب اقوى فرقه في الدوري. تكيس لما بيتعامل في الدوري المصري حضرتك عارف طبعا، او احنا كوسط كروي بننتقد دايما في الاول، ان هو يصمم على فكرته وان هو ينجح بيها وبعد كده الناس تتحول من الانتقاد للمدح في طريقته وعلى اسلوبه، ان هو في انديه كبيره كده كتير جدا عايزاه، فاكيد الراجل ده بيعمل حاجه كويسه مع طبعا الاخطاء اللي لازم اي حد يتعرض لها. هو طبعا انا مع الكباتن، لان هو الفرقه المفروض ان انا بدافع وبهاجم،
يعني مثلا في خطا باسم الباك يمين بيرجعها بعد ما كان مغلوب 1-0 راح مرجعها لعبد المنصف، ولولا توفيق عبد توفيق ربنا عبد في الدقيقه في الدقيقه ربع ساعه الاولانيه كان يبقى الجول الثاني. ثم الانفراد، لا انا بهاجم يبقى عندي سرعه ارتداد، الى جانب ان عنده اكثر من عنصر مهاريين جدا. المهاره دي احيانا بتبقى مش لصالح الفرقه، فتلاقي مثلا اثنين ثلاثه رايحين ضاغطين عليه بيحاول ان هو يمر منهم تتقطع وتبقى هجمه في منتهى الخطوره. ربنا كرمك وبقيت 1-1 وفاضل دقائق بسيطه. طيب يعني انا في الوقت ده يعني مش هدافع كويس؟ يعني الراجل غنام اللي احنا بنشيد بيه ان بيمر من وسط 3-4 ما حدش بيمد رجليه علشان يقطع، ده خطا دفاعي، خطا دفاعي قاتل. وبعدين زي ما حضرتك تفضلت والكباتن تفضلوا، في 7 دقائق وقت ضايع، انت برضو عمال تعمل استحواذ في وسط ملعبك. بالظبط ده اللي الرساله اللي بنقولها لوادي دجله، لازم يبقى في قياده في الملعب. صحيح، لازم يبقى في حاجه اسمها رتم المباراه. ايوه، رتم المباراه ما يبقاش رتم واحد. بالظبط، انت عمال تستحوذ رتم بطيء جدا، ما فيش الرتم البطيء وبعدين سريع. بالظبط، انت رتم بقى على طول رتم اللي هو العادي البطيء، وتيره واحده. الله، يعني انت ما فيش قائد في الملعب بيقول لك انك فاضل دقيقتين ابتدي انقل الكره بسرعه علشان تجيب الهدف التعادل. دي النقطة السلبية الكبيرة. طبعا وارد جدا في كرة القدم، الراجل ما بقالوش مثلا موسمين ثلاثة ولا حاجة، لكن كمان دي الهزيمة التاسعة. بالظبط، ما ينفعش يعني. طب هو النهاردة خلصت الموسم والوادي دجلة لا قدر الله نزل. طب انا استفدت ايه من الراجل الفني؟ شو حلو وكرة حلوة لكن كرة حلوة بس لازم كمان أأمن. مع الأسف طبعا أأمن جولي طبعا كويس مش كل قوي. مش كل مش كل حاجة. النهاردة من أحسن الأجوال الموجودين على الساحة النهاردة مع عامر في كل ماتش مش شايل 3-4 أجوال، فطبعا ما فيش شك إنه إدارة وادي دجلة لابد إن يبقى برضه في قعدة مع الراجل. أنت بتلعب كرة حلوة لكن في نفس الوقت انا مش في سيرك. بالظبط، انا عايز نتائج. انت بتعمل كره حلوه ضيف عليها بقى نتائج. ممكن الدور الثاني حاسبه بقى، حاسبه على خالص يا كابتن. 9 هزايم اكتر فرقه كابتن، 9 هزايم. يعني اكتر فرقه. في مشكله كمان يا ميدو، في مشكله كمان، يعني الاستحواذ الزياده على اللزوم ده مع فرقه عندها تنظيم دفاعي جيد مش هتعمل معاها حاجه. يعني انت فاهم ازاي النهارده عمل يا كابتن في ثانيه؟ ما هو عمل واحده، خلي بالك شفت يعني من اجمل الاهداف يا كابتن النهارده قوي. اللي اتعمل بتاع وادي دجله اعتمدت على برضه النهارده، بس ده كل الاهداف اللي بيجيبوها جمل ملعوبه، اعتمد على برضه مهاره فرديه، وبعدين اتعمل فريست تايم مهاره فرديه بشكل كبير عليه. الاختراق ازاي وازاي امتى احط الكوره؟ اكيد تمرين عليه محمد هلال. طيب قبل ما نطلع فاصل عايز اكلمكم، عشان نطلع فاصل ونرجع نتكلم على ماتش الاهلي وجيم الاسيوبي المهم جدا، عايز اكلمكم على الهدافين بالدوري والاعمار الكبيره. يعني حسام باولو معدي ال 30، احمد علي معدي ال 30، وصلاح امين معدي ال 30. شايفين الظاهره دي كابتن ماهر؟ شايف الظاهره دي جايه بالصدفه ولا المهاجم عايز خبرات كبيره جدا عشان يبقى هداف دوري؟ حسام باولو انا اثنيت عليه قبل ما حضراتكم تشرفوني، حاجه جميله جدا وحاجه يعني تقول عندنا حسام باولو في الدوري شخصيه هداف الدوري مرتين، بينافس لغايه دلوقتي، راح الزمالك وتحدى نفسه ورجع الداخليه بقى هداف الدوري مع الداخليه. يعني انا بحيي حسام باولو كمان يا ميدو بصراحه، وسجله حافل باهداف وتحقيق اهداف جميله في الدوري الممتاز. لعب 143 مباراه، سجل منها 59 مباراه، يعني ده راجل مولود يا كابتن ومولود هداف. يعني مع الداخليه لعب 63 مباراه سجل 31 هدف، مع الزمالك لعب 9 مباريات سجل هدفين، مع سموحه لعب 47 مباراه سجل 23 هدف. يعني هو ده يعني سجله حاجه جميله يعني بصراحه. فانا شايف ان حسام باولو من الهدافين المحترمين، وعوده حميده طبعا للداخليه، لان دي الداخليه هي اللي يمكن النادي الوحيد اللي افرز حسام باولو خلال الفتره اللي فاتت. تمام كابتن حشيش، اللعيبه الكبار في السن هم هدافين فرقهم، خبرات. والملاحظه الغريبه كمان ان هم كلهم ما بيلعبوش مثلا في اهلي وزمالك، يعني الاهداف الكتير اللي جابوها مع انديه برضو اقل يعني في وسط الجدول، فدي طبعا يعني حاجه تتحسب لهم. يعني فعلا الخبره مطلوبه جدا في الدوري المصري، بدليل ان هم متفوقين على العنصر الشباب يعني. بالظبط بالظبط. كابتن عادل، قبل ما نطلع بقى الفاصل، عماد النحاس. عماد النحاس تولى مسؤوليه اسوان الشرقيه، الرجاء طنطا، كانت مسؤوليه مؤقته وبيعتذر النهارده او الفتره اللي فاتت مسؤوليه مقاولين، وماشي كويس جدا جدا جدا. شايف عماد النحاس هل هي طفره؟ هل هو دافع على مستواه التدريبي؟ هل الاستمراريه مطلوبه من عماد النحاس؟ هو عماد من الكوادر اللي هتبقى ليها مستقبل رائع جدا، لانه هو
يشتغل مع انديه يمكن امكانياتها الماديه قليله شويه وكذلك برضه الامكانيات الفنيه. بالظبط بالظبط. لما اتحط في مجال في استقرار النادي العربي مش استقراره بس استقرار مدين. وبعدين في كفاءات فنيه وكفاءات ماليه وكفاءات اداريه وملاعب وفنادق ومستشفى في كل الامكانيات البصمه بتاعته بقت موجوده وبعدين في عنده حته ممتازه جدا انه بيعرف ازاي يتعامل مع اللاعبين مع اللعيبه وبيخليهم يخرجوا اقصى ما عندهم. مش ده فريق المقاولين العربي اللي كان موجود في بدايه الموسم وكان فيه نوع من التخاذل كان فيه نوع من الـ يعني ما فيش الحميه ما فيش الروح اللي كانوا بيأدوا بيها مع كابتن علاء وكنت انا ببقى مشفق عليه وهو ابن من ولاد النادي لكن ما فيش شك انه من الكوادر الممتازه جدا طبعا كابتن مختار كابتن احمد سامي كابتن عماد النحاس دي كوادر كلها بتضاف لسجل النادي الاهلي ان احنا عندنا كوادر مدربين على اعلى مستوى وما فيش شك ان عماد مع الطفره ديت اعتقد انه بعد كده يبقى في انديه عندها امكانيات تتعاقد معاه علشان يبقى من العناصر اللي هي مميزه في عمليه التدريب باذن الله. تمام. الاسماعيلي خلاص ودع البطوله العربيه خرج بضربات الترجيح واضاع للاسف كابتن فريق حسني عبد الرب ومعاه طارق طه حظ اوفر لنادي الاسماعيلي. خلاص كده الفرق المصريه باستثناء نادي الاتحاد السكندري هو الممثل الوحيد في البطوله العربيه الى الان. يلا نطلع فاصل بسرعه عشان نرجع نتكلم عن مباراه الاهلي وجيم الاسيوبي الهامه جدا يوم الجمعه ان شاء الله. حضراتكم من جديد. يعني قبل ما نتكلم في هذه المباراه الهامه الاهلي وجيما الاسيوبي تعالوا نطير بسرعه نشوف تقرير عن هذه المباراه واستعدادات الاهلي ليها ونرجع نتكلم مع ضيوف الكرام. لا صوت يعلو داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوق صوت بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما أغلق الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة الخلوق محمد يوسف ملف الدوري مؤقتا وذلك من أجل التركيز في البطولة الإفريقية التي يسعى الأحمر لأن تكون ضربة البداية أمام جيما بطل إثيوبيا. طالب الجهاز الفني من اللاعبين بأن تكون مباراة الجمعة القادمة هي ضربة البداية بالبطولة الإفريقية الجديدة وأن تكون مميزة من أجل السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق اللقب الإفريقي الذي كان قاب قوسين وأدنى من قلعة الجزيرة آخر نسختين. قام الجهاز الفني للأهلي بإعداد تقرير مفصل عن المنافس من خلال عادل مصطفى مدرب الفريق الذي سبق له السفر إلى إثيوبيا لمشاهدة لقاء جيما أمام تيليكوم بطل جيبوتي في إياب دور 64 وذلك من ملعب المباراة والاطلاع على نقاط القوة والضعف في المنافس. رغم الإصابات التي ضربت الأهلي في الآونة الأخيرة التي كانت سببا في غياب أكثر من لاعب مؤثر بالفريق عن المباريات المحلية والدولية إلا أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في بقية اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب لدور 32 أمام بطل إثيوبيا وتخطي تلك المرحلة الصعبة والتي تحتاج إلى تضافر الجميع وبذل أقصى جهد من أجل عودة نادي القرن الإفريقي لمنصات التتويج محليا وإفريقيا ورسم البسمة على وجه جماهيره العاشقة للكيان. من جديد يعني كابتن عادل مشوار افريقي جديد ان شاء الله ينطلق يوم الجمعه الساعه 6 مساء في برج العرب
شايف المباراه هتكون ازاي ان شاء الله؟ استعداد الاهلي، الاهلي حالته المعنويه الحمد لله مرتفعه بالفوز في المباراه اللي فاتت. اللعيبه داخله هذه المباراه اعتقد ان هي عندها اريحيه شويه عن قبل كده. ولله الحمد الكيرف بتاعنا من ماتش المقاولين كيرف في صعود، صعود بدني وصعود نفسي، روح قتاليه، الخطوره على المرمى، تامين الاجوال ما بيخشش فينا اجوال دلوقتي الا يعني قليله جدا الحمد لله، بعد ما كانت العمليه بيجي فينا 16 هدف في 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 شهر واحد. الكلام ده كله طبعا فيه صعود. الحاجه الثانيه اللعيبه واخدين عهد على نفسهم مع الجهاز الفني ومع الاداره تعويض البطوله اللي فاتت ديت، بعد ما كنا وصلنا تقريبا لمرحله التتويج لابد ان اللعيبه في خلال الاربع شهور دول يعوضوا الجمهور البطوله ديت اللي ضاعت مننا هدر نتيجه سوء اداء فني في مباراه واحده. يعني كان بعد الصعود وكل النتائج كانت جيده جدا، بنيجي في المباراه الاخرانيه ويبقى في اداء فني غير منضبط بيخسرنا بطوله ثم البطوله العربيه. كابتن محمد يوسف وطبعا مع الكابتن الكبير كابتن سعد عبد الحفيظ عمل فيه نوع من الضبط الفني والاداري بين اللاعبين وبين النادي، بنلاقي كل اللعيبه انضباط في التمرين، تدريب كله في تصليح اخطاء، الاخطاء مش متكرره، الخطوره في باستمرار في خطوره. المباراه بتاعت يوم الجمعه دي ان شاء الله باذن الله تعالى انا اعتقد ان الكيرف البدني والاداء الرجولي تشوف كام واحد جوه الملعب جوه 18 بالظبط بالظبط، الكثافه دي ما كانتش بتبقى موجوده في الفتره اللي كان موجوده فيها المدير الفني الفرنسي، ودي كلها حاجات مبشرات هي دي روح النادي الاهلي وهي دي الروح القتاليه. واعتقد يعني انا شفت سعد سمير لما اصيب ومع ذلك جري ورا الكوره وهو مصاب، ويمكن دي يمكن اللي زورت الاصابه بتاعته. يعني واحد بينسى نفسه في سبيل فرقته. مفيش شك انك انت في المباراه ديت انت بتقابل فرقه احترمتها قوي، انك بعت مساعد المدرب علشان يتفرج عليها وبعدين علشان يجيب لك تقرير. طبعا هي فرقه كلنا لازم نبقى عارفين ان الفرقه ديت كانت على طول في الدرجه الثانيه ثم صعدت 2016 17، ضمت اربع عناصر، جول من غانا، واحد مهاجم من مالي، وكمان واحد من نيجيريا، مهاجم من نيجيريا مامادو سيدي بيه، ومدافع من مالي ادامو سيسيكو، وحارس مرمى اجيه اظني، وفي امين محمد ده صانع لعب من سيبيريا. فانت الاربعه دول مع الفريق اعتقد خبرات افريقيه هتبقى قليله جدا، وده اللي هيخلينا باذن الله تعالى المباراه بتاعت يوم الجمعه لابد نهديها باعصاب هاديه جدا، وفي نفس الوقت نحاول بقدر امكاننا ننهيها من هنا، ان احنا ننهيها من هنا ان شاء الله. تمام كابتن ماهر، يعني لازم نوجه الشكر الكبير جدا لمحمد يوسف. محمد يوسف بيأدي عمله على احسن ما يكون بالرغم من كل شويه في مدير فني جاي، في الجماهير الاهلاويه، في مدير فني اسمه ايا كان هو اسمه ايه، لكن محمد يوسف شغال وشغال بمنتهى الجديه ومنتهى الاصرار وعايز يطلع كل ما عنده. شايف محمد يوسف خياراته زي ما بيقول كابتن عادل لازم ينهي هذه المباراه باريحيه عشان يستريح في مباراه العوده. بص يا ميدو، طبعا اولا بنحيي مجلس اداره النادي الاهلي على الثقه اللي اعطاها لمحمد يوسف في خلال الفتره دي، ودي الثقه دي اللي خلت محمد يوسف كابتن عادل يا ميدو حشيش انه يبدا كابتن يحصل نوع من التركيز، نوع من الاهتمام بشكل جيد. في حين عوده الخواجه يعني ده قرار للمجلس بعد كده، لكن بنحيي مجلس الاداره ان هو ادى الثقه للجهاز ان هو يشتغل بارتياحيه، يشتغل بهدوء. عندهم ثقه كبيره جدا في محمد يوسف. محمد يوسف مش اول مره ياخد هذه التجربه، محمد يوسف كان حصل على بطوله الافريقيه قبل كده كانت صعبه جدا وفي منتهى الصعوبه. فانا شايف ان محمد يوسف كان متمرس بشكل كبير. محمد يوسف خبراته الخارجيه والداخليه في الدوري الممتاز اثبت فيها جدارته، عودته مره ثانيه، وده سمه ولاد النادي وشخصيه ولاد النادي ان هو لما بيحصل نداء لاي فرد من ولاد النادي بيلبي، ويمكن ده كلام قاله محمد يوسف ان انا مستعد اشتغل في النادي الاهلي وبدون مقابل. محمد يوسف قدر ان هو
خلال الفتره الثلاث مباريات اللي حصل نوع من مرحله انتقاليه للنادي الاهلي، عوده الثقه، اشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير وشكل مهم جدا. ومحمد يوسف انا بحييه، ده الجانب الوحيد اللي يقدر يخرج لعيبه النادي الاهلي من الازمه اللي كانت موجوده عليها. فقدر يشتغل في الجانب النفسي ان هو يقعد مع اللعيبه اعداد خاصه واعداد جماعيه، وشفنا احنا الثلاث مباريات اللي بداوا محمد يوسف حتى التشكيله اللي كانت بيضيفها كان فيها عناصر يمكن رجعت لنا بالسلامه. طبعا هو عنده مشكله بشكل كبير ان هو عنده زي ما احنا سمينا مستشفى الاصابات اللي ضربت لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي اللي اثرت على شكل واداء النادي الاهلي خلال الفتره السابقه. احنا راهنا ميدو لو تفتكر من خلال ملعب النادي الاهلي وقلنا النادي الاهلي قادم، ما ينفعش المؤسسه الكبيره دي نادي القرن ده صاحب البطولات دي كلها بلاش قادم دي يا كابتن، بلاش قادم دي لا قادم حقيقي يعني حتى النادي الاهلي جاي جاي ما راحش عشان يعني عايز اقول لك ان الهزه الخفيفه اللي حصلت لكن النادي الاهلي جاي. احنا مرينا وقلنا الخبرات اللي حصلت في الدروب اللي حصل للنادي الاهلي مرت علينا احنا لعيبه ومرت علينا احنا مسؤولين. فالنهارده محمد يوسف ثلاث مباريات في الدوري العام بياخدهم بشكل جيد، بيحصل على 9 نقاط وده بتدي ثقه كبيره جدا للنادي الاهلي. بدايه جيما الاثيوبي، احنا مرحله بطوله جديده البطوله الافريقيه ان شاء الله خلال 5 اشهر ان شاء الله احنا عائدين ليها مره ثانيه. هو قفل الملف في الدوري العام بيفكر طبعا بالولاد اللي موجودين، احنا شايفين اللي موجودين يمكن اكتر من 18 لعيب موجودين في القائمه الافريقيه. تمام. في بعض اللعيبه المصابين هنفتقدهم زي احمد فتحي ومحمد نجيب ومعلول وصلاح محسن والشناوي وسعد سمير. تمام. ويمكن ازارو يغيب للايقاف. اكيد هياثر معانا بشكل كبير، لكن اولادنا اللي موجودين وشخصيه البطل وشخصيه لعيبه النادي الاهلي احنا بنراهن عليهم لانهم من اميز اللعيبه اللي موجودين في الكره المصريه. تمام، يعني ما عندنا مشكله ان شاء الله ما تبقاش مشكله. الكل الدفاعيه كل اللاعبين دفاعيين، عندك احمد علاء اللي هو بيلعب دلوقتي مش مقيد افريقيا، اصابه سعد سمير، مشكله عند محمد يوسف لا قدر الله لا قدر الله اذا حصل حاجه. عندنا القائمه الافريقيه اللي هيشارك بيها النادي الاهلي شريف اكرامي وعلي لطفي وايمن اشرف وسليف كوليبالي ومحمد هاني، ثلاث لعيبه ايمن اشرف وسليف كوليبالي ومحمد هاني، دول الثلاث لعيبه اللي يعتبروا يعني خط الدفاع عندنا. خط الوسط حسام عاشور والسوليه وهشام محمد وليف سليمان واسلام محارب ميدو جابر ناصر ماهر محمد شريف احمد حمودي وكريم نيدفيد، خط الهجوم مروان محسن. بص يا ميدو، طبعا في البدايه بطوله جديده، حلم جديد بنبدا بيه، ثالثه ثابته بقى، حلم جديد ان شاء الله ومشوار كبير بنبدا بيه ان شاء الله يوم الجمعه. يتطلب حاجات كتيرة من ناس كتير قوي، مجلس إدارة، جهاز فني، لعيبة، جماهير، طبعا جماهير دي في المقام الأول، وطبعا إن شاء الله بإذن الله يعني عنصر الجمهور يبقى موجود معانا يوم الجمعة إن شاء الله ويكون بكثافة نقدر يعني نخلص المباراة من هنا. صعوبة المباراة إن أنت بتلاعب كابتن عادل كابتن ماهر فريق عشوائي لسه ما تعرفوش ولسه جديد مجهول الهوية في المحافل الإفريقية لسه جديد، حتى وإن كان مطعم بكذا يعني لعيب من غانا واكيد طبعا متعب بناس اصحاب خبرات. مش عايزين نكرر، احنا لنا برضو فصل سخيف مع البن الاثيوبي قبل كده برضو في دور ال 32 وخرجنا منه، فمش عايزين نكرر الموضوع دوت. النادي مدرب حشيش في المرحله دي، انا عارف مدرب مع الفريق الاول كده كابتن، ينفع كده كابتن ينفع. بس انا كنت في المجموعه اللي خدت البطوله، فكرتك باللي هي السوبر، لا السوبر اللي كان في تونس. كنت انا وتسوبل وكان الكابتن احمد ماهر واكرامي، كنتوا بتلعبوا بال موجودين هنا. احنا بنلعب من الفريق الثاني، الصف الثاني. لا مش الصف الثاني، يعني مش الصف الثاني، كانوا فريقين زي المجموعه اللي موجوده دلوقتي. فطبعا هو بريء كابتن ماهر. لا كده، فطبعا لازم نعمل حساب قوي، الف حساب للفريق ده، وخصوصا المباراه الاولانيه عندنا لازم نخلص بعدد وافر من الاجوان عشان تحسبا لاي ظروف عشوائيه، حكام، اي حاجه هناك. احنا برضو يعني هكرر الكلام اللي بقوله اكتر من مره، الفتره اللي انت بتلعب فيها دي خلال شهر 12 بتلعب دايما ناقص في كل المراكز، ده كده كتير خالص، ولسه القوام الاساسي بتاع الفرقه الاعمده الرئيسيه مش موجوده في الفريق يا كابتن عادل. طبعا من اول ازار وحسام عاشور فتحي احمد فتحي ونجيب وعلي معلول وصلاح محسن الشناوي، بص كل الناس. بالاضافه ان انت عندك كمان الناس اللي بتلعب حاليا اخر مباراه في الدوري العام، زي مثلا احمد الشيخ واحمد علاء ومؤمن برضو غير مقيدين، وباسم برضو لعب الماتش اللي فات البكرايت. فانت بتلعب
يعني بقى اقل دلوقتي اللعيبه. الموضوع هنكرره تاني بقى عدد يعني بقى طبعا عدد. الموضوع معتمد برضو في الاول وفي الاخر زي المباريات اللي فاتت الثلاثه اللي كسبناها اللي فاتوا في الدوري هيعتمد على الروح القتاليه وروح الفانيله الحمراء، بعيد بقى عن الفنيات وبعيد عن ده مش مركزه وده كتر خيره انه بيلعب هنا. لا انا عايزك تديني حلول صعبه، انا عايزك تديني حلول. انا هديك حلول بس انا بقول لك ان الظروف صعبه جدا. ثلاثه بس جداً. اللي موجودين في خط الخلفي انت عندك لو لا قدر الله ما انت بتتكلم بقى على لو مسكنا في نص الملعب ما عندكش في اللي انا شايفهم دول غير مثلا السلية اللي ممكن كريم نيفيد ممكن وكريم نيفيد بكرايت واللي بالنسبه للمساكين يعني ما فيش الا كده اترحل بقى محمد هاني يخش جوه وتلعب بكريم نيفيد السلية ممكن يبقى محمد هاني هيبقى مساك محمد هاني هو الوحيد اللي ما فيش كريم نيفيد وهتلعب بكرايت. وهتلعب طبعا بكريم نيفيد لو لا قدر الله حصل اصابه انت عندك مشكله ما في اقرب واحد في اللي انا شايفهم هو عمرو السلية يعني دايما بيبقى اقرب لعيبه للمساكين هم الديفندرات بيجيد الالتحام وبيبقى طبيعته او حسام عاشور بس حسام يمكن عشان الكور العاليه تبقى صعبه بالنسبه له انما السلية هو وربنا طبعا ما يجيب طبعا الظروف دي عشان كده احنا حط كل حاجه في الاعتبار عايزين نستغل عامل الجمهور الكبير اللي مفتقدينه للمباريات اللي فاتت ان احنا يبقى في ضغط على الناس دي من البدايه وخبراتهم قليله ان انت تضغط عليهم تكسب عشان تريح عشان كمان ما تجهدش نفسك لان انت برضو داخل راجع تاني على منافساتك والمؤجلات بتاعتك فانت تقدر تكسب ازاي من غير بقى ما كمان ما تزود الاصابات يعني لازم نسهل على نفسنا المباراه دي وتكسب باكبر عدد عشان تسهل على نفسك ومفيش حاجه تعوقك يعني انت لازم في خلال المكاسب اللي انت ماشي بيها الحمد لله واستعاده الثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني ان انت تكمل مكسب عشان المكسب بيجيب مكسب ان شاء الله باذن الله نعدي يعني الدور ده ونكمل في المسابقه برضو بتاعتنا الدوري يعني بشكل احسن ان شاء الله اكيد يعني كابتن عادل من الصدف الجميله لمروان محسن ان هو كان غايب عن التهديف فتره المباراه اللي فاتت احرز هدفين كان ممكن يبقى هاتريك بقى هو الفريق الوحيد دلوقتي في القايمه اللي هتدخل مباراه جيما تدي له كل الثقه ان هو انت ما بتلعب وانت عارف ان مفيش حد طبعا اللعيب اللي عايز في لعيب بقى عارف ان هو مفيش حد قاعد بره فبتدلع شويه لكن مروان مش من النوع ده فتدي له ثقه كبيره جدا ان هو اللعيب الفرد الاساسي النادي الاهلي الفرد اللي كل الجماهير مستنيه ان هو يجيب اهداف هو احرز اهداف بالفعل فدوافعه اعتقد انها كبيره جدا في هذه المباراه والله انا سعيد جدا برجوع مروان لان انا انتقدته هنا وقلت في المباراه اللي كان المفروض هو يشيل احمد الشيخ ماتش المقاولين يعني يشيل احمد الشيخ ويشيل الاولاد اللي كانوا جداد محمد شريف ناصر ماهر فيظهر والله اعلم ان هو سمعنا فين مروان اللي هو لما كنا بنتفرج عليه بحس ان هو في اي لحظه هيجيب جول اي كوره رايحه جوه 18 بحس ان مروان رايح واخدها عرضه القريبه في وسط الملعب في وسط الجول العرضه البعيده الحاجات العاليه النهارده الجول الثاني المخرج بيعيده لنا الاخ سمير المحترم الراجل ده اشوف الكوره عامل الفولو بتاع عليها متوقع ده هو اللي لعبها في الاول وراح لعبها بالظبط ورايح حاجه طبعا هو لعبها وبعدين ناصر لعبها توقع بقى السبرنت اللي عمله على القريبه لا شوف رأيه في وسط ثلاثة في وسط أربعة حاططها بطن الجزمة تدرج في السبرنت يا كابتن عادل يعني عمل سبرنت متدرج لغاية لما وصل التوب سبرنت وحاططها بثقة رجوع مروان هو مش ناقصه ثقة ده هو راجل منتخب مصر راجع من روسيا في حاجة نفسية كانت ما بينه وبين الجهاز الفني السابق أنا في اعتقادي كده النهارده ناصر ماهر بيزيد النهارده أحمد الشيخ الراجل كان موجود ومن الأسف إن أنا بتكلم عليه فنيا إن هو حتى في القيد عمل لك مشكلة يعني أنت برضو عمل لك في القيد 23 واحد خلاك داخل الماتش يمكن مش هتكمل 18 صحيح عشان تحط 18 هتبقى فيها مشكلة لكن رجوع مروان لازم يبقى عندك الثقة وبعدين هو من النوع اللي بيتحمل ال 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 الضرب وال وال والعنف بيتحمله لأنه ما شاء الله قوي البنيان عنده صلابه عنده رجوله ما بيخافش بيبقى الراجل حاطط الستارز بيحط دماغه صحيح. وبيجيب الجول هو ده مروان اللي انا
احبه وبعشقه وانا بتفرج عليه. ده راجل هداف بالفطره ما فيش شك. المخزون اللي كان موجود وكان قاعد في المدرج محمد يوسف وكابتن سيد وكابتن محمد يوسف رجعوا هذا المخزون. لما تلاقي الناس اللي راجعه امبارح تلاقي صبري رحيب بيلعب، بالله احمد الشيخ، ناصر ماهر، مروان باسم علي، باسم علي، محمد شريف، دول الناس دول كانوا قاعدين في المدرج. النهارده احمد حمدي وشريف مؤمن زكريا ابتدى، مؤمن زكريا ابتدى يرجع بالظبط. واعتقد دول مش مسجلين، مش مسجل افريقيا، لا مؤمن زكريا مش مسجل. تخيل هل ينفع ان مؤمن مع الخبرات دي ومع النتائج دي ومع الاهداف اللي جايبها ما يكونش مسجل افريقيا؟ احمد علاء ما فيش سردباكات عنده، ما فيش، مش حاطط حد كمان يعني احمد علاء. انما كلنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. كان في كان في نجيب وكان في سعد سمير. نجيب استني، نجيب موجود في القائمه الافريقيه. نجيب مين؟ لا نجيب، انا بقول لك كان في انا بقول لك كان في كان في كلنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان اولادنا ان شاء الله هيريحونا يوم الجمعه، وان شاء الله النتيجه ننهيها هنا باذن الله تعالى، لان اولادنا عندهم الروح القتاليه رجعت تاني، والعدل في التشكيل وفي التغيير رجع بعد ما كان في نوع من المجاملات اللي احنا ما كناش بنحبها. اعتقد ان الولاد حاسين انه اللي بيبقى كويس في التمرين بيلاقي نفسه جوه الملعب، ودي حاجه ما فيش حد بقى قاعد في المدرج. هو كالتيرون هيجامل ليه يا كابتن عادل؟ هو كالتيرون مصلحته غير ان هو عايز يكسب وعايز يحقق وعايز يكبر اسمه. اقول لك حاجه، شوف بقى انا بالله انا معترض على اسلوب لعبه بس كان اتفضل. هو اسلوب معاملته اسلوب معاملته. انا لما يكون عندي 25 لاعب لابد ان ال 25 دول انا بعملهم نفس المعامله، لان انا بحتاج لكل لاعب فيهم. انما انا لعيب باستمرار قاعد في المدرج، وبعدين عندي عناصر قوه انا ما بستفدش منها. النهارده محمد يوسف ليه بيعمل ماتشات وديه ثاني يوم؟ كانش بيحصل الكلام ده ليه؟ لان الراجل ده راجل اهلاوي بيعشق النادي الاهلي، وعارف ان هو عايز يجهز كل الناس. بالزبط. انا سالت سؤالك يا عادل، حضرتك ما كنتش موجود. سالت كان مش فاكر كنت سالته لمين، هل كالترون كان شخصيته قويه جدا جدا لدرجه ان محمد يوسف مش قادر يقول له احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا اللي هو محمد يوسف بيعمله دلوقتي كده؟ لا، اصل هو في النهايه المدير الفني هو اللي بياخد القرار. ما جايز كابتن محمد بيقول له انا بيعرض في فلان وصح فلان، والقرار في الاخر بيعرض بيتهيألي قناعات مدرب. يعني في مدرب حابب الناس دي مقتنع بيها، وفي مدرب مش مقتنع. حاجه ثانيه كابتن حشيش، كابتن ماهر، يعني سؤال، يعني احنا ممكن نختلف على لعيب، يعني ما انا بقول لك لعيب فلان الفلاني ده انت تقول لي والله 7 من 10، انا اقول لك 7.5، انما انا اقول لك 7 انت تقول لي 3؟ لا طبعا طبعا صح، ما ينفعش يا كابتن ميدو، ما ينفعش. انا قلت الكلام ده، ما ينفعش. المدربين الكبار لا نختلف في نص درجه صح. في درجه تفاوت بسيط يعني، انما انا اقول لك انا ده فلان 8 من 10 تقول لي لا ده 2 من 10؟ لا طبعا. هل في خلاف على احمد الشيخ؟ لما انا اديله 2 من 10 صح. طب محمد يوسف طلع المخزون اللي عنده ليه؟ لا. ومن ناصر ليه؟ وباسم رجع ليه؟ ومروان رجع ليه؟ وفتره كمان يا كابتن عادل كان في يعني كان في اصابات كتيره، كان في فرص انك اللي الناس تاخد. انت شفت عمرو يعني فرص انك شوف كابتن ماهر وكابتن حاجي، عمرو السولية رجع ازاي؟ بالظبط صحيح. عمرو السولية بقى حاجه ثانيه، قصه ثانيه. ميدفيد بتلعبه في اي حته، باك رايت شغال، ماشي ماشي، لو لعبته في اي حته ما شاء الله هايل ما شاء الله. الماتش اللي فات جهد بدني صحيح، ال 90 دقيقة عمل رجع لحتته بس، وبعدين ايه بياخد الكورة قاطع، ومش قاطع وبس، قاطع ومسلم وبيلعب تحت ضغط وبيسلم وبيشوط ما شاء الله. حاجة وده عمرو جمال يا كابتن، عمرو جمال اهو كمان. يعني أنا عايز أقول لك كابتن عادل إن الحاجات اللي عملها محمد يوسف في المباراة الحبية اللي تاني يوم بعد المباراة الرسمية هي اللي رجعت ولادنا للثقة مرة تانية. إحنا كنا محرومين يا كابتن من المباراة دي يا ميدو، كنا محرومين من المباراة دي. المباراه دي يا كابتن على الهوا كمان قناه الاهلي مشكوره بتذاعها وبتعرضها، فطبعا الناس كلها شايفه لعيبه النادي الاهلي في جاهزيتها، في فنيتها، في تكتيكها، في ادائها. فانت النهارده عندك فرقتين، يعني احنا كنا بنراهن هنا ان احنا احسن 25 لعيب. خلينا نتفق كابتن ماهر، يعني خلينا نتفق مع احترامي طبعا لكلامكم، خلينا نتفق من الاساس ان الاهلي بيجيب الصفوه اساسا، يعني من مبدا يا كابتن عادل طبعا. الاهلي بيجيب الصفوه بالظبط، فما ينفعش انا اعيد تقييم لاعب انا اللي اخترته ولا يا كابتن عادل؟ يا كابتن ميدو انت جبت لاعب
برضو بصير على احمد الشيخ لان انا برضو فضلت هنا اتكلم على احمد الشيخ 4 شهور. هل في خلاف؟ انت راجل جايب لاعب هداف دوري ومش هداف دوري واحسن لعيب في الدوري المصري لمده 3 سنين، يعني قدم اوراق اعتماده، انت مش معترف بيه خالص؟ ده بتسجله افريقيا مرتين وحطه في المدرج على طول ما بتلعبوش وما خدش عشان تحكم عليه كمان، ما خدش عشان تحكم عليه يعني ما خدش عشان تحكم عليه ومشي وبعد كده جه تاني. ولما خد كابتن عادل احنا شايفينه اهو يعني جاب جولين وضيع جول تالت في الماتش ده بالظبط. عارف كل مع كل يعني كابتن يوسف بحيه جدا والله والله بحيه جدا يعني انا بحب محمد، انا ايام ما كان معانا يعني انا بقول اداله في الماتش الاولاني 70 دقيقه الماتش اللي بعديه 80 دقيقه الماتش اللي فات الماتش كله بالظبط يعني بيوصله فيه التدرج ده بقول له يا احمد انت بعد كده 90 دقيقه دي بالنسبه لك هتبقى فسحه، فده برضه شغل مدرب، شغل واحد بيفكر بيعرف يعني ايه ان انا العنصر الجوهره دي انا لازم احافظ عليها وادي لها وقت. وفي دور برضه كابتن علاء برضه اللعيب، اللعيب برضه لما يجي ياخد فرص يعني برضه في بعض اللعيبه انا مش عايز اسمي بقى باسماء خدت اكتر من فرصه وبرضه ما كانتش على المستوى المطلوب يعني ما هو برضه في ظل الظروف دي النادي الاهلي عشان تلعب في ال11 لازم لما تجيلك فرصه تمسك فيها جامد ما تبقاش انت برضه تمسك خالص يعني احنا كنا كده زمان ما بنصدق بس ماتش واحد تركب لان مش عارفين ان احنا ممكن ما نشوفش الملعب تاني. النقطه كمان الحشيش اللي تحسب يعني لمحمد يوسف يا ميدو كابتن عادل كلوبالي ان هو ريحه الفتره اللي فاتت هنحتاجه المباراه اللي جايه كابتن هتحتاجه لانه اكتر واحد لعب كام مباراه 20 مباراه لعب يعني برضك بتحسن لمحمد يوسف طبعا ان شايف كلوبالي برغم احتياجه ليه برغم احتياجه ليه كابتن ماهر في رؤيه طبعا في رؤيه الواحد قاعد رايح مشوار شايف المشوار اللي انا رايحه ده بالظبط لازم ابقى انا عارف انا باخد معايا زاد وزواد معايا انا اللعيب كلوبالي ده هحتاجه صبري رحيل هحتاجه باسم هحتاجه اي لعيب انا محتاجه احمد حمدي هحتاجه ناصر كل لعيب انا هحتاجه لازم احترمه قوي واخده في حضني باستمرار ودايما بيديله دفعه معنويه. انا بسالك فيها انا دلوقتي بقى هل ده بقى السنس بتاع المدرب المصري؟ طبعا يا كابتن انا برضه بمعنى ايه؟ يعني هل المدرب المصري عارف الاجواء وعارف طبيعه اللعيبه ان لازم تحتوي اللعيب غير الاجنبي، الاجنبي عايز الجهاز في الملعب يعني حته النفسيه دي ما بي شوف يا كابتن حشيش برضه من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها من 4 شهور وبرضه كان يعني رؤيه يعني متواضعه يعني المدرب المصري لما بيجي يمسك فرقه خلال اسبوع 10 ايام خلاص بيعرف امكانيات كابتن حشيش ايه كابتن مهري ايه وبعدين اللي عنده 25 واحد خلاص عرف ده ميزاته ايه صحيح. ده عيوبه ايه خلاص خد رؤيه حتى نفسيا بيبقى عارف خلاص خد فكره عنهم وده ممكن اوظف ندفيد ممكن العبه باك رايت ممكن العبه هاف ديفندر ممكن يبقى ده جوكر عندي صحيح. طيب وفلان ده ممكن هاني يلعب مساك ويلعب باك يمين ويلعب هنا طب مؤمن ممكن يلعب يمين وشمال ويمكن يلعب تحت الفيرود وامتى عادوا وامتى لعبوا وامتى انت فاكر يا كابتن الماتش اللي فات عمل ايه مع ناصر ماهر؟ لا كان بيلعبه كصانع لعب صحيح. وبعدين في فتره راح حطه ناحيه الشمال صحيح فده برضه فكر مدرب طبعا فالمدرب المصري زي الدكتور مثلا بيشتغل في مكان مليان امكانيات يا كابتن مير عنده امكانيات واجهزه وبتاع والدكتور المصري شغال بقى في حي شعبي بيجي له كل يوم 100 حالة وتاني بيجي له حالتين بياخد خبرات 100 حاله ده بياخد خبرات منتظمه صحيح وبتبص تلاقي من نجاح لنجاح بيعمل العمليه بياخدها بيشيل لوز مثلا بيعمل 50 عمليه لوز التاني بيعمل واحده ولا اثنين واجهزه وبتاع مين اللي بقى اكتر منه خبره لذلك انا من اول يوم قلت الكابتن يوسف كان يبقى هو اللي يتولى بدل ما نجيب خواجه في الفتره ديت لان محمد عنده من الخبرات وعنده من التعامل مع اللاعبين والصدر الجميل واللعيبه كلها تحبه وعنده ازاي يوصل المعلومه وازاي يوصل اللعيبه تادي اقصى ما عندها بكلمه من غير نرفزه ومن غير عصبيه بالاضافه كابتن عادل كابتن ماهر بالاضافه كده كمان ان هو مسك الفرقه برضو في ظروف صعبه جدا لعيبه فقد الثقه جمهور فقد الثقه في اللعيبه عشان كده شكرته يعني شكرته شخصيا محمد لا وبعدين كمان يعني كابتن عادل عايزين نحيي مجلس اداره كمان عنده الوعي والرؤيه
ان انا بدي محمد يوسف الثقه ديت خلال الفتره نقطه بقى اهم بشكل بقى بشكل 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 جيد كده تدفع فلوس وبعدين رجوع سيد يخلص كابتن رجوع كابتن سيد طبعا ادى ثقه ادى ثقه كمان توازن بشكل كبير رمانه ميزان اداريه في النادي قال لك كابتن محمد يوسف شغال طبعا عمل عمل هو بالظبط عامل كل حاجه سيد عمل ظبط وظبط وظبط ناس كتير كمان يعني بصراحه انا بشكركم شكرا جزيلا يا كابتن شكرا كابتن ودايما بتنوروني طبعا في بيتكم ربنا يكرمك شكرا جدا ليكم خلاص مبروك لليفربول تاهل للدور الثاني مع نابولي النجم الكبير محمد صلاح احرز هدف الفوز النهارده اعتقد 1-0 يا جماعه مش كده خلص 1 باختكم اتفرجت على الماتش ايوه 1-0 1-0 مبروك ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه الهامه يوم الجمعه باذن الله وبالرغم تخيلوا واحنا دايما بتكلم معاكم في النقطه دي بالرغم من كل اللي بنسمعه واللي بينتقدوا النادي الاهلي الا ان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا بعد ريال مدريد في العالم هو الملك في مصر والملك في افريقيا تصبحوا على خير